مساء الخير متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء مستقرة ودرجات حرارة عالية وشديدة الحرارة في عموم المناطق. أما نهار غد الخميس إن شاء الله بتأثر المنطقة الشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل على إثرها زخات من الأمطار، وطبعا رح تكون إن شاء الله الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. أما عن درجات الحرارة المتوقعة والمسجلة لهذه الليلة في العاصمة الرياض تقريبا 31 مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 44% وسرعة الرياح 17 كيلومتر في الساعة. نتعرف درجات الحرارة لنهار غد الخميس في عموم المناطق، نبدأها شمالا. وسكاكا بتسجل 40 مئوية نهارا وليلا 29، عرعر بين 42 و28، وتبوك 40 نهارا و27 درجة مئوية ليلا، وهذه المناطق تتأثر بحال عدم الاستقرار الجوي. إلى المناطق الغربية مع المدينة المنورة درجات حرارة عالية 42 نهارا 29 ليلا، مكة المكرمة بين 44 و32 وأجواء حارة جدا، الطائف 34 نهارا 23 ليلا، وجدة بين 38 نهارا و32 درجة مئوية ليلا وأجواء غائمة جزئية. المناطق الجنوبية الغربية أبها 31 نهارا 20 ليلا، كذلك الحال أبها 31 نهارا 20 ليلا وغيوم متفرقة، جازان بين 37 نهارا وأجواء غالبا غائمة و31 ليلا إن شاء الله. المناطق الشرقية الدمام 42 نهارا 29 ليلا أجواء صافية ومشمسة، حفر الباطن 44 نهارا أجواء حارة جدا 29 ليلا، والإحساء 46 نهارا أجواء حارة جدا وبتنخفض ليلا إلى 30 درجة مئوية إن شاء الله. أخيرا مع المناطق الوسطى مع 40 نهارا 31 ليلا، بريدة 43 نهارا 30 ليلا وأتربة مثارة، حائل بين 40 نهارا و28 درجة مئوية واحتمالية ضعيفة لهطول زخات من الأمطار إن شاء الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى هنا، إلى اللقاء.